ندوزو دابا للتمرين الثاني، تمرين ديال الاعداد العقديه. اذا اول سؤال كيف ما هو متوقع ديما غيعطيوني واحد المعادله وغيقول لي حل في المجموعه سي المعادله، وغيعطيونا زاد اس اثنان زائد جوج زاد زائد جوج كتساوي صفر. ولا بغينا نخدمو معادله عباره عن قاعده غادي نخدموها بدقه، اللي هو بي اس اثنان ناقص ربعة ا سي. كنجي هنا في الجناب اللي كنت كنتلف كنحط القيمه ديال ا وديال بي وديال سي. القيمه ديال ا هي المعامل ديال زاد اس اثنان اللي هي واحد، القيمه ديال بي معامل ديال زاد، والقيمه ديال سي هي ديك الثابته. ملي كنقول لك ثابته يعني ما نضروبهاش في مجهول. وغادي نديرو تطبيق عددي. اذا جوج اس اثنان ناقص ربعة في واحد في جوج، كلنا عندنا كالكول. جوج اس اثنان هي ربعة، ناقص ربعة في واحد في جوج هي ثمانية. اذا دلتا خرج لنا ناقص ربعة سالب. ملي كيخرج لنا دلتا سالب كنقولو المعادلة تقبل حلين عقديين. دلتا سالب المعادلة عند حلين عقديين وكنزيد حداهم مترافقين، يعني واحد مرافق ديال الآخر. وغنجي القاعدة، القاعدة في الدرس كتقول لك بأن زاد واحد هي ناقص ب ناقص اي جذر ناقص دلتا على جوج أ. قاعدة عندنا في الدرس. وتقدروا تلقاو بشكل آخر كاين شي وحدين كيحيدو ناقص وكيديروا القيمة المطلقة ديال دلتا بحال بحال، هذيك ناقص غترجع لك دلتا موجب، والقيمة المطلقة كلشي كيعرف غترجع لك العدد موجب. دونك نخليو حنا عادية ناقص جذر دلتا. تطبيق عددي كسر ب هي جوج مع ناقص غتولي ناقص جوج، ناقص اي جذر دلتا ناقص ربعة مع ناقص كتولي زائد ربعة على جوج في أ. أ هي واحد، إذا غيولي عندنا زاد واحد تساوي ناقص جوج. كلشي كيعرف جذر ربعة هي جوج، غتبقى ناقص جوج إي. جذر ربعة هي جوج، ناقص بقات ناقص إي بقات إي. جوج في واحد جوج. وغنديرو التفكيك، نعزلو الحقيقي ونعزلو التخيلي. ناقص جوج على جوج ناقص جوج اي على جوج. اذا زاد واحد ناقص جوج على جوج هي ناقص واحد، ناقص جوج على جوج هي واحد، يعني غتبقى لك غير اي. هذه زاد واحد. علاش قلنا حلين مترافقين؟ يعني الا لقيتي زاد واحد راه زاد جوج هي زاد واحد بار. بار يعني مرافق، زاد جوج هي المرافق ديال زاد واحد. وحنا كنعرفوا بان المرافق كنغيروا اشاره العدد التخيلي، يعني ناقص واحد تخيلي غنبدلو غيولي زائد اي. وواحد الحاجه كتنساوها كاملين ومهمه في الوطن، الا ما درتيهاش كيمشي لك نصف الجواب. راه مازال ما سالينا، خاصنا ضروري نديروا لهم اس سوليسيون في لونسومبل سي. اس سوليسيون في المجموعه سي، سي هي مجموعه الاعداد العقديه. كنحط الحل الاول ناقص واحد ناقص اي ناقص واحد زائد اي. الى سيتي ليا سوليسيون فينال راه مشى لك نص الجواب، حيت كنلاحظ في التلامذ كيدير كلشي صحيح وما كيديرش ليا اس، راه مشى لك نص الجواب. شوفوا دابا السؤال جوج ا، سؤال جوج أ قال لك أسيدي حسب لي ب ناقص أ على د ناقص أ، وقال لك استنتج أن ب منتصف أ د. إذا أول حاجة غنحسبو ليهم ب ناقص أ على د ناقص أ كسر كبير. أول حاجة غنديرو هو نعوضو وما نساوش الأقواس، ضروري ما نخلي الأقواس باش ما نتقولوش بناقص. كل حاجه غنعوضوها بالقيمه ديالها، بحال دابا ب القيمه ديالها في التمرين هي 4 زائد 2، القيمه ديال د في التمرين هي 6،
القيمة ديال A جوج زائد 4i جوج زائد 4i. نحيدوا الأقواس ونبدلوا الإشارات اللي مسبوقين بناقص 4 زائد جوج i ناقص جوج ناقص 4i، كان زائد ولا ناقص 6 ناقص جوج ناقص 4i. غنحسب داكشي اللي كيتحسب يعني الحقيقي مع الحقيقي، وغادي نحسب التخيلي مع التخيلي. 4 ناقص 2 هي 2، 2 اي ناقص 4 اي ناقص 2 اي. حقيقي مع الحقيقي غتبقى 4 ناقص 4 اي. ورد معايا البال، الكسر اللي كيكون مرتبط بالمنتصف او بالنقط المستقيميه دائما حاولوا تخدموا غير التعميل، تخدموا التعميل في اسطر واحد بلا ما دير ليه المرافق وطول عليك. ولكن هادشي امتى؟ الكسر اللي كيتعلق بالمنتصف او النقط المستقيميه اللي كيعطينا عدد حقيقي حاولوا تخدموه غير بالتعميل. ولاحظ معايا اش غندير، ب ناقص ا على د ناقص ا تساوي، غنعمل الفوق بجوج وغنعمل تحت بربعة. طريقة التعميل معروف، اللي عملتي به قسم عليه، عملتي بجوج، جوج على جوج هي واحد، جوج اي على جوج هي اي، عملتي بربعة، أربعة على أربعة واحد، ناقص أربعة اي على أربعة، مشات أربعة مع أربعة بقات لك اي. عملية اختزال، بقات لك جوج على أربعة، حطها في كاركين ولا اختزلها أنت لراسك، واحد على جوج على أربعة هي واحد على جوج. ما تعدلش من والو، درت سطر واحد كون بقيت كندير المرافق خاصني شي خمسة سطور ونفس النتيجة غتعطينا. إذا دابا حنا عرفنا بأن بي ناقص أ على دي ناقص أ كيساوي واحد على جوج، حسبناها. قال لك أسيدي استنتج أن بي منتصف أ بي، خدمة المنتصف، خدمة التوازي، خدمة النقط المستقيمية بحال بحال. كناخدو داك الكسر كنقولو ليهم لدينا ب ناقص أ على د ناقص أ كتساوي واحد على جوج، ب ناقص أ كتولي متجهة أ بي، د ناقص أ كتولي متجهة أ دي كتساوي واحد على جوج. جدا الطرفين في الوسطين تكافي، بحال غنهزو أ دي وغنحطوها هنا، غتولي عندك AB كتساوي واحد على جوج AD. AB كتساوي واحد على جوج AD، عندي حق نقول نقط مستقيمية وعندي حق نقول منتصف، ملي كتكون واحد على جوج كتعني النصف. إذا هنا هما بغاو منتصف، غنقول لهم إذا B منتصف القطعة AD. كان ممكن يحيدوا منتصف، كان ممكن يحيدوا منتصف ويقول لك استنتج نقط مستقيميه، ما غاديش دير والو غدير ليا نفس الاجابه. اذا هذه خدمه السؤال جوج ا. اذا بالنسبه للسؤال جوج ب، قالوا لينا كيف ما كتشوفوا بين ان ب ناقص ا على س ناقص ا كتساوي اي، واستنتج طبيعه المثلث ا ب س. نبداو بعدا في الحساب، غنشدوا ب ناقص ا على س ناقص ا وغنحسبوها. اش قلنا غنديرو؟ تعويض الاقواس، اقواس ضروريين، نعوضوا كل حاجه بالقيمه ديالها. القيمه ديال ب هي 4 زائد 2 اي، القيمه ديال ا 2 زائد 4 اي، 2 زائد 4 اي، القيمة ديال سي كتساوي جوج اي. كسر كبير، كسر كبير، نحيدوا الأقواس ونبدلوا الإشارات، ناقص جوج ناقص ربعة اي، جوج اي ناقص جوج ناقص ربعة اي. غنحسب الحقيقي مع الحقيقي جوج، تخيلي مع التخيلي ناقص جوج اي. غتبقى عندنا ناقص جوج، وعندك سيدي جوج اي نقص منها 4 اي هي ناقص جوج اي. اذا الكسر
اللي كيكون الخارج ديالو تخيلي يعني الكسر اللي كيعطينا اي ولا جوج اي هذاك ضروري تخدم بالمرافق. لذلك انا غنمشي للعمليه ديالي ناقص جوج ناقص جوج اي غنضربها في المرافق اللي هي ناقص جوج زائد جوج اي. كيف ما كتعرفوا المرافق الى ضربناه في المقام خاصنا نعاودوه في البسط. وغير اللي عندنا الفوق نشر عادي وعندنا لتحت متطابقه هامه. جوج في ناقص جوج ناقص 4 جوج زائد جوج اي زائد 4 اي ناقص جوج اي في ناقص جوج زائد 4 اي وناقص جوج اي في زائد جوج اي ناقص 4 اي او كاري. بالنسبه للمقام عندنا متطابقه هامه ناقص جوج الكل اس 2 ناقص جوج اي الكل اس 2. كلشي كيعرف ا ناقص بي عامل لي ا زائد بي هي ا او كاري ناقص بي او كاري. هادشي اللي استخدمت هنا 4 اي و 4 اي غيعطيونا 8 اي. كلشي كيعرف بان اي او كاري اي او كاري هي ناقص 1 مع ناقص 4 غتولي زائد 4 وناقص 4 غتبقى في بلاصتها. ناقص 4 بقات في بلاصتها تحسبات ولات زائد 4 4 اي مع 4 اي عطاتنا 8 اي. المقام ناقص 2 اس 2 هي 4 ديما الاس الزوجي كيحيد ليا ناقص ناقص هاد او كاري على 2 وعلى اي اذا 2 او كاري هي 4 وتبقى معها اي او كاري تساوي ناقص 4 و 4 عددان متقابلان اذا كتبقى لنا 8 اي وهنا غتبقى 4 ناقص 4 اي او كاري. مادام اي او كاري هو ناقص 1 يعني ناقص 4 غتضرب في ناقص 1 غتولي زائد 4 اذا غتبقى 8 اي على 8 مشات 8 مع 8 الجواب ديالنا هو اي. اذا بينا بان بي ناقص ا على سي ناقص ا كيساوي لنا السؤال المرافق لي استنتج طبيعة المثلث ا بي سي. اذا اول حاجة غنديرو غنشدو اي وغنكتبوها على الشكل المثلثي هو حالة خاصة كندير ليه واحد عامل ليه زيرو زائد اي هي واحد كوس بي على جوج زائد اي سينوس بي على جوج. اذا اي هو حالة خاصة هذا هو الشكل المثلثي ديالو. طبيعة المثلث الطريقة ديالو بسيطة غناخد الكسر اللي حسبت ياك هذا هو الكسر اللي حسبنا كتاخد الكسر اللي حسبتي مرة كتدخل عليه المعيار ومرة كتدخل عليه لارغومون العمدة. هنا فيما نبغي نعرف طبيعة المثلث ناخذ الكسر اللي حسبت ومرة ندخل عليه المعيار ومرة ندخل عليه العمدة. إذا بي ناقص أ راه ملي كنقول لك معيار كنقول لك مسافة. إذا بي ناقص أ هي مسافة أ بي والسي ناقص أ هي مسافة أ سي والمعيار ديال إي هو قدامك ها المعيار ها العمدة. إذا إي المعيار ديالو واحد كنحط واحد. هنا لارغيمون ديال واحد الكسر دائما كتولي زاوية فيها جوج متجهات وباش ما نتلفش ديما غندير لك سهم تحت وسهم الفوق. سهم تحت يعني خذ ليا المقام حيت هذا تتسمى التحت ولا الفوق. سهم التحت غناخذو المقام سي ناقص ا يعني ا سي. سهم الفوق غناخذو بي ناقص ا يعني المتجهة ا. إذا لارغيمون ديال الكسر كيولي زاوية. لارغيمون ديال إي هو العمدة هو بي على جوج وما نساش تردد دو بي. هادي غنكتب قدامها واحد وهادي غنكتب قدامها جوج وغنقول ليه من واحد واثنان نستنتج أن أ بي سي هو مثلث قائم الزاوية
حيث الزاويه ديالو بي على 2 بي على 2 90 درجه ومتساوي الساقين. علاش متساوي الساقين؟ حيث المسافه ا بي كتساوي ا سي في النقطه. الحرف اللي كيتعاود بزاف في الكسر هو ا، اذا في النقطه ا. اذا طبيعه المثلث الدراري ضروري ما تخدم بهذه الطريقه، شي طريقه اخرى راه ما محسوباش. اذا بالنسبه للسؤال رقم 3 ا هو سؤال خاص بالدوران، كتجيب لنا في المعطيات اللي تكون النقطه ام بريم لاحق ديالها زد بريم، صوره النقطه ام لاحق ديالها زد بالدوران ار، عطينا المركز سي وعطينا زاويه الدوران ناقص بي على 2، وقالوا لنا بين ان زد بريم كتساوي ناقص اي زد زائد 2 اي ناقص 2، يعني خاصني نلقى تمثيل العقدين للدوران. خاصية الدوران كتبدا بالتقديم، يعني كندير واحد التقديم ار ام كتساوي ام بريم، كتقرا ام بريم صورة النقطة ام بالدوران ار تكافي الدوران كيحافظ على المسافة ومركز الدوران هو السي، اذا سي ام كتساوي سي ام بريم مسافات. الزاوية اللي ما بين سي ام مع سي ام بريم كتساوي لنا او كتقايس زاوية الدوران ناقص بي على 2، وما ننساش تردد دو بي. هذا ماشي قاعدة الدوران، هذا كيتسمى التقديم ديال القاعدة. ثم كنجي مباشرة وكنحط القاعدة ديال الدوران، زاد بريم ناقص المركز سي كيساوي اكس بو زاوية الدوران ناقص بي على 2 اي عامل لي زاد ناقص سي. زاد بريم صورة، زاد نقطة، سي المركز، زاوية الدوران ناقص بي على 2. ثم نخليو زاد بريم، نهزو ناقص سي ونديو الطرف الثاني تولي زائد سي. هذا الشكل أسي كيولي الشكل المثلثي كوس ناقص بي على 2 زائد اي سينوس ناقص بي على 2. الشكل الأسي حولناه الى مثلثي وغتبقى عندنا زاد ناقص سي. زاد بريم تساوي كالكول الكالكول تكون مريقله بالراديان، إذا الكالكيل ديالها تكون مريقلة بالراديان، ونحسبوا الكوست ديال ناقص بي على 2 غيعطينا ناقص غيعطينا صفر، سينوس ناقص بي على 2 هي ناقص 1 كتضرب في اي كتولي عندك ناقص اي. هادشي راه غير الكالكيل، هذا عطانا زيرو وهذا عطانا ناقص 1، وناقص 1 في اي هي ناقص اي، وغتبقى زاد ناقص سي زائد سي. اذا زاد بريم كتساوي نديرو النشر ناقص اي في زاد ناقص اي زاد ناقص في ناقص زائد اي سي زائد سي. دابا التطبيق عددي، زاد بريم تساوي ناقص اي زاد زائد اي، نعوضو السي بالقيمه ديالها اللي هي 2 اي 2 اي، وغتولي زاد بريم ناقص اي زاد اي في 2 اي هي زائد 2 اي او كاري زائد 2 اي. زاد بريم كتساوي ناقص اي زاد اي او كاري هي ناقص 1 ناقص 1 في 2 اذا غتولي ناقص 2 زائد 2. اذا هذا الشيء اللي وصلنا ليه هو التمثيل العقدي للدوران، وهو داك الشيء اللي كان مطلوب مني. اما بالنسبه للسؤال ب، سؤال بسيط، قالوا لنا حدد لاحق من النقطه اش صوره النقطه ب بالدوران ار. اذا ما عليا غير نكتب داك التمثيل العقدي اللي كنت وصلت ليه، يعني غنكتب ديك زاد بريم كتساوي ناقص اي زاد زائد 2 اي ناقص 2. هاد التمثيل العقدي للدوران صالح نحسب فيه الصورة اللي بغيت، مع العلم أن زاد بريم أي حاجة فيها بريم هي الصورة،
زد بريم صوره وزد نقطه. حنا كنقلبوا على اش، حنا كنقلبوا على اش. شكون هي اش؟ صوره النقطه بي بالدوران اف. ما عليا غير نعوض زد بريم، حيت زد بريم هي الصوره وزد هي النقطه. نعوض زد بريم اش، زد بريم ديال اش كتساوي ناقص اي. نعوضو زد ببي، زد ديال بي زائد جوج اي ناقص جوج. تطبيق عددي تساوي ناقص اي، زد ديال بي كنعوضوها بالقيمه ديالها اللي هي 4 زائد جوج اي، وغتبقى زائد جوج اي ناقص جوج. عمليه حسابيه، ناقص اي في 4 ناقص 4 اي، ناقص في زائد ناقص اي في جوج اي، جوج اي او كاري، وتبقى زائد جوج اي ناقص جوج. عندنا هذه فيها اي وهذه فيها اي، كيتحسبوا مع بعضياتهم كيعطيونا ناقص جوج اي. عندك هنا اي او كاري هو ناقص واحد مضروب في ناقص جوج كيولي زائد جوج، وكنجيبو حداه ناقص جوج وكيوليو عددان متقابلان. اذا زاد ديال اش كتساوي ناقص جوج اي. لاحق ديال اش هو ناقص جوج اي. اذا هذا كان سؤال بسيط تخدم غير بالتعويض. السؤال رقم 4 هو سؤال استنتاجي، يستنتج ان الرباعي ا بي او سي، ماشي ا بي او سي، كان خطا في الكتابه. اذا استنتج ان الرباعي ا بي او سي مربع. هذا غير استنتاج. في الشرح ديال الدرس اللي حطيت لكم قلت لكم بان المربع خاص يكون عندك مثلث قائم الزاويه وكتزيد عليه واحد المعلومه ديال رباعي متوازي اضلاع. اي رباعي متوازي اضلاع وعنده مثلث قائم الزاويه كيولي مربع. لذلك غنستغل واحد المعلومه عندي في السؤال السابق. غنجي غنقول لي نعلم ان ا بي سي هو مثلث قائم الزاويه ومتساوي الساقين في ا. الا بغيت ندير مربع ضروري تكون عندي واحد المعلومه ديال المثلث قائم الزاويه ومتساوي الساقين. اذا هذه المعلومه غنكتب قدامها رقم واحد. خاصني نزيد عليها المعلومه الثانيه، يعني خاصني نبين هذا الرباعي متوازي الاضلاع. وحنا اللي بغينا نبينوا شي رباعي متوازي الاضلاع قلت لكم ضروري ديروا الاسهم باش ما تغلطوش، سهم هنا وسهم معاكس. يعني خاصنا نحسبوا المتجهه ا بي ونحسبوا المتجهه سي او. الا قلبتهم راه عندي غلط، شي علاش كندير لك الاسهم. كيفاش غنحسبوا ا بي؟ لاحق بي ناقص لاحق ا. تطبيق عددي، بي عندنا 4 زائد 2 اي ناقص لاحق ديال ا غنديرو اقواس وغنعوضو ب 2 زائد 4 اي. 4 زائد 2 اي نحيدو الاقواس نبدلو الاشارات. 4 ناقص 2 هي 2، 2 اي ناقص 4 اي هي ناقص 2 اي. إذا أنت حسبتي المتجهة ا بي، هذا هو اللاحق ديال ا بي. دابا نحسبوا اللاحق ديال سي او. متجهة سي او غنعوض ال او ناقص سي. او عاطينها لينا هي جوج ناقص أقواس اللاحق ديال سي حتى هو عندي جوج اي، إذا كتبقى جوج ناقص جوج اي، هذه سي او. كيف ما كتشوف غيبانوا لك عندهم نفس الخارج بحال بحال. غنجي غنقول بما ان ا بي كتساوي سي او فان الرباعي ا بي او سي متوازي الاضلاع. وهذه المعلومه ديال متوازي الاضلاع غنسميها رقم جوج.
مثلث قائم الزاويه ومتساوي الساقين في أ مع معلومه ديال المتوازي أضلاع غنكتب ليه من واحد هو اثنان نستنتج ان الرباعي أ ب أ سي هو مربع. إذن هذه خدمة ديال مربع. وصلنا لآخر سؤال، حدد طبيعة التحويل T ومميزاته. من كي هو التحويل؟ يقدر يكون إزاحة، يقدر يكون تحاكي، يقدر يكون دوران. درت لكم فيديو في هذه الخاصية وقلت لكم إذا كان المعامل ديال زائد واحد غيكون إزاحة، إذا كان المعامل ديالو يخالف واحد غيكون تحاكي، ولكن المعامل ديالو تخيلي يعني الا كان فيه اي غيكون دوران. معامل 3 اذا هذه راه باينه تحاكي. خاصني دابا نعرف المميزات، المركز والنسبه. النسبه كتكون باينه ما محتاجاش نبينها، النسبه هي 3، ولكن المشكل عندنا في المركز. قلنا لتكن نقطه اوميغا لاحق ديالها أ زائد إي بي مجهولة، شكون هي أوميغا؟ هي واحد المركز ديال التحاكي أش اللي أنا غنقلب عليه. وقلنا بأن مركز التحاكي ولا مركز دوران كيتسمى نقطة صامدة. نقطة صامدة يعني الصورة ديال أوميغا كتبقى هي أوميغا. النقطة الصامدة هي اللي الصورة ديالها هي نفسها. كنجي لهذا التمثيل العقدي، هنا النقطة وهنا كتكون الصورة، يعني غتعوض زاد بريم أوميغا وغتعوض حتى زاد أوميغا، تولي أوميغا كتساوي 3 أوميغا زائد 4 إي ناقص 2، وأنت راك عارف راسك كتبحث على أوميغا، مجاهي في طرف معايا في طرف. أوميغا ناقص 3 أوميغا كتساوي 4 إي ناقص 2، غتولي ناقص 2 أوميغا كتساوي 4 إي ناقص 2، إذا أوميغا كيساوي 4 إي ناقص 2 على ناقص 2. ما نخليهاش بحال هكا، ديما نعزل الحقيقي ونعزل التخيل. أوميغا تساوي ناقص 2 على ناقص 2 زائد 4 اي على ناقص 2. اذا اوميغا غتبقى عندنا واحد حيت ناقص 2 على ناقص 2 هي واحد، زائد مع ناقص هي ناقص، 4 تقسم على 2 هي 2 اي. اذا ها انت لقيتي لينا اوميغا. غتجي غتقول لي اذا التحويل تي هو تحاكي، انا كتعرفو في الاول نسبته معروفة هي 3 ومركزه أوميغا لقيته هو 1 ناقص 2. إذا هذه هي خدمة ديال طبيعة التحويل ومميزاته.